لون حياتك بإيدك. عيش سعيد وشوف اللي في إيدك. عيش سعيد أملك هو جديدك. عيش سعيد يومك هيبقى عيدك. اتفقل وحط كلمتين في روتينك. عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك. عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح. اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح. 24 ساعة ليدي أو غموعك. يلا بينا هنعمل ايه دم دم دك. بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك. هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. يا مساء الخير والسعادة على كل الناس اللي بيشوفونا النهاردة في يوم جديد وحلقة جديدة من عيش سعيد. بس قبل أي حاجة لولو ازيك يا سوها؟ عاملة ايه؟ مساء الجمال. حب كتير. عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله. لا معلش بس يا جماعه قبل طبعا اول حاجه همسي عليكم مساء الفل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وان شاء الله كده عيش سعيد ودايما كده في حاله من السعاده وطاقه ايجابيه وبنقعد كده قاعده لذيذه بنحاول ان احنا نقول اخبار مواضيع نفتح معاكم كده مواضيع ونسلي يومكم. يا رب كده ان شاء الله على طول مبسوطين معانا. بس قبل ما اقولكم عندنا نسيت. ايه؟ لا ثانيه واحده مجهزه بقى وريني كده الضفيره دي واحده واحده. لا وبينك. الله اكبر بينك يا منى. معلش هو اللوك مستوحى من ايه يعني؟ حابين نعرف هندي افغاني بدوي؟ لا عايزه اعرف من ايه. مش عارفه حبيت اجدد. حبيتي هتجددي؟ ايه رايك في اللوك الجديد؟ لذيذ لذيذ هو حلو. ليه يعني لذيذ طلع كده لذيذ لذيذ. يعني حلو يا سهى والله حلو بس ما تعملهاش تاني. جميلة بس ما تعملهاش تاني. تحفة بس لو سمحت ما تعملهاش. الحمد لله ان ايهاب مش موجود يعني. بصي الحمد لله فلو كان قاعد برحمة ربنا بيا. والله بجد عارفة لو تنمر من شخص غير اتنين يعني خبطتين في الراس بتوجع يعني. تنمر قلتيلي. بتتنمري عليا. طيب النهاردة عندنا مواضيع عاوزين ندردش فيها انا ولينا وكمان هنشوف كده هل تمشي على الموضة ولا تمشي على اللي عليك. اليومين دول بقينا نشوف الناس بتمشي ورا الموضة وخلاص يعني حتى لو مش مناسبة ليك او مش لايقة عليك ممكن ان انت تفالو الموضة دي علشان بس تبقى ايه ماشي مع الطيار زي ما بيقولوا او ماشي مع الترند. وهندردش سوا برضو ونشوف الموضة زمان كانت احسن ولا دلوقتي وهل الموضة بتاعت زمان كل شوية بترجع تاني وبتكرر نفسها ولا لا. بس انا من رأيي ان هي فعلا بتكرر نفسها. لا هو موضة الضفيرة دي انت مستوحاة من انهي حقبة؟ بس والله عايز على موضة الضفيرة. طب هي تطلع موضة اصل خلي بالك دلوقتي. طب انا ممكن اطلعها موضة. ايوه ما بقولك الناس ممكن تشوفك بنات تينيج يعني غلابة قاعدين في البيت هيقلدوكي. فأنا عايز أعرف ما يقلدوني ما هي حلوة. كلميهم عن اللوك انت مستوحاة يعني مستوحاة من انهي فترة زمنية؟ عامة هي الضفيرة دي معانا من واحنا صغيرين وبتكبر معانا. اوكي يعني دي حاجة معنى كده ان احنا نحرف فيها نعملها بامبا يا سو. معقول بامبا وصلت للمرحلة دي؟ على فكرة والله حلوة وممكن تعملوها بألوان تانية كتير. يعني كان في واحد أخضر خطير فوسفوري تحفة بس الحمد لله قدر ولطف وقعت على الفينك. اتقلي اتقلي جايالكم جاي ومن السوشيال ميديا كمان هيكون معانا نجم وصانع محتوى دمه خفيف جدا بيعمل فيديوهات لذيذه قوي قوي هيكون معانا البلوجر احمد دييجو. ومن السوشيال ميديا بقى لولو عايزه افكرك كده ان في دلوقتي. لا بس انا عايزه اقول لك افكرك كمان احنا عندنا يعني طبعا ضيفه ثانيه عزيزه هتنورنا النهارده وهي دكتور سوسن العوضي. هي خبيره علوم بيئيه وتغيرات مناخيه وهتكلمنا عن التغييرات اللي بتحصل في الجو. يعني احنا مثلا محتاجينها جدا عشان نعيش الاربع فصول في نفس الوقت يعني صيف شتاء ربيع خريف في نفس اليوم. فاحنا مش عارفين يا جماعه طب نصيف طب نشتي طب نتقل طب لو خففنا بناعيه يا كبدي. لا احنا بناخد معانا الهدوم كلها واحنا نازلين في العربيه حاجه صعبه. لا والتغيرات المناخيه دي بينتج عنها يعني حاجات كتيره قوي. الموضوع كبير جدا جدا. هو مش مجرد يا جماعه فصول بتعدي علينا. لا هو الموضوع كبير وبيتسبب في حاجات سايكل. هي سايكل كبيره جدا هنفهمها طبعا اكتر من دكتور سوسن لان ده تخصصها ودي دراستها فهتفهمنا اكتر. وكمان ان شاء الله هيكون عندنا اللعبه المعتاده يا جماعه. احنا ما ينفعش حلقتنا تعدي كده من غير اخبار لذيذه خفيفه ولعبه برده لطيفه كده نتسلى معاكم بيها وترندز كمان على السوشيال ميديا هنعرف كده من نشره اخبار عيش سعيد ايه اخر الترندز والاخبار. فان شاء الله كده الحلقه هتكون حلوه قوي باذن الله. وبمناسبه الترندز اللي انت بتقولي عليها في دلوقتي على السوشيال ميديا منتشر دلوقتي اغنيه موجوده على التيك توك الناس بتعمل عليها فيديوهات كتير قوي وهي اغنيه مش مصريه ولا
عربيه. عايزه اقول لكم ان هي اغنيه رومانيه، لحنها شبه شويه اغنيه واما لاغنيه فطومه. فطومه توما اه مشيالي توكا بس الفكره ان زي ما اللحن لذيذ ومبهج كده، خلى فنانين كتير وبلوجرز يعملوا فيديوهات على نفس الاغنيه دي. بس الغريب بقى لينا ان الاغنيه دي من سنه 2014 واسمها ميد ان رومانيا. وقتها كان بيعملها طفل صغير كده وجميل، هو اكيد دلوقتي من 2014 ما بقاش طفل يعني، اكيد دلوقتي كبر ظهره خطب خاطب دلوقتي ولا متجوز الله اعلم يعني. بالظبط. فيديو الاغنيه دي عدى دلوقتي 23 مليون مشاهدة على يوتيوب. والغريب بقى ان محدش قادر يوصله لحد دلوقتي، يعني يمكن هو اصلا مش عارف ان هو بقى ترند. قوم قوم انت اتشهرت، عارفه لقينا تماثيل دهب في البلد ده، قوم يا حبيبي انت اتشهرت. بس عايزه بس من 2014 ل 23 ليه تطلع ترند دلوقتي؟ بس ده طبيعي يعني. انا بحس انا هفكرك بكام حاجه كده، هم كانوا طبعا مشهورين ساعتها بس دلوقتي بقوا ترند اكتر. فاكره الفيديو اللي هي بقى اتعلمت حاجات كتير قوي، الرقص الغنى. فاكره الفيديو بتاع كان فيه ممثله صغنونه اسمها هند حسني، اسمها تقريبا. هند ايوه لما كانت بتعمل انترفيو تقريبا مع استاذ مفيد فوزي الله يرحمه. فعملت الانترفيو ده كان بصي من بقاله قد ايه، ده كمان اكتر من كان في 2014 يعني، يعتبر الفيديو ده يعتبر من التسعينات ولا حاجه. ودلوقتي ما شاء الله شهر، وبقت القنوات بتستضيف هند تاني من اول وجديد. وشفتي يعني ترند بسيط رجع تاني خلاه الناس تفتكرها. برده من الحاجات اغنيه قاسي 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 وجرح تحكيم. شفتي كانت مكسره الدنيا زمان، ازاي فجاه رجعت من تاني. سنه رجعت تاني وتعمل لها ريميكس والناس بقت شغاله في الافراح تاني. يعني بقيت احس ان لا ممكن في حاجات يتعاد مره، مجرد ما حد يعمل شير بيتهيالي بيجي حد بعديه يعمل شير تاني فالناس بتفتكر. ايوه خصوصا لو هي حاجه حلوه ومعلمه مع الناس فالناس ترجع تفتكرها تاني. ترجع تفتكرها تاني. وفي حاجات على فكره بتتشهر دلوقتي، يعني لما ترجع من زمان بتتشهر دلوقتي اكتر ما كان زمان. لان زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه الدنيا ما كانتش مفتوحه زي يعني زي دلوقتي. فلما تيجي تتذاع دلوقتي بتعمل ضجه. طيب خلينا بقى نروح لفاصل يلا عشان نبتدي حلقتنا. نروح لفاصل ونرجع تاني، استنونا ما تروحوش في اي حته.